يا رزق في ايه؟ انت فين؟ سيبك مني يا عم، ما تعرفش حسن فين؟ ما اعرفش حسن فين ومش عايز اعرف. وسيبني بقى في اللي انا فيه ده بقى دلوقتي. يا عم بشوف الشركة دي اللي لنا اللي علينا فيها ايه؟ طب بقول لك، في ناس جت من البلد عايزين يعملوا الواجب. انزل كده استقبلهم واقعد معاهم ضيفهم. روح قابلهم انت. يا عم قابل مين؟ انا بره البيت، انت في البيت. انزل بقى يا سعد. يا عم ارجع البيت قابلهم، انا مش فاضيلك دلوقتي. وسيبني في اللي انا فيه، ولو السما طبقت على الارض مش هسيب اللي في ايدي. طب اقفل اقفل، سلام سلام دلوقتي، سلام. كنت عارف انك مش هتسيبيني يا روحي. بقول لك ايه يا سعد، الزم ادبك، انا جاي اخد حاجه وماشي. ده انت وحشتيني قوي يا روبي، والنبي خليكي معايا ما تسيبيني. ابعد عني يا سعد واحترم نفسك. يا روبي انا بعمل كل اللي انت عاوزاه يا روبي، ما تسيبينيش بقى. لما تبقى راجل بجد وتعرف تاخد حقك من اخوك ابقى افكر، بعد ما فرجت عليا الناس كلها وانا طالع العماره بعد ما مسح بيك الارض. والله لو اوريكي هعمل فيه ايه؟ انا جبت كل الورق اللي يثبت حقي وهاخد حقي منه. بس خليكي معايا روبي والنبي ما تسيبينيش. ماشي، ابقى وريني هتعمل ايه، وساعتها بقى افكر ان كنت ارجع لك ولا لا. طبتي معايا النهارده. في بيتنا ان شاء الله. طب حتى لو قلت لك عشان خاطري؟ مالكش خاطر عندي يا سعد، وقلت لك مليون مره، لما تبقى راجل ابقى افكر ارجع لك ولا لا، وسديت نفسي، مش عايز اخد حاجه من البيت، سلام. في ايه بس يا روبي؟ يا روبي استنى يا روبي. يا روبي. وبقى ارحميني يا امه. ايه الهبل اللي عماله تقوليه ده؟ هبل لما يهبلك الواد قمر وقيمه وسيمه، ما ترشقيش في قلبه ليه؟ وفريدي هو ما وافقش، نعمل ايه بقى؟ انت ليه بتقدري البلاء قبل وقوعه؟ الله، اترسم عليه شويه لحد ما سن خيط السناره يلقط في بق السمكه، ونقلي بقى ونشوي ونفصص على راحتنا. اسود، انا مش عارفه دي طالعه خايبه لمين يا بت. اهدي يا ام، ربنا يسترك. اهدي. بص يا حسن، كل الناس اللي احنا اشتبهنا فيهم التحريات اثبتت ان هم ما لهمش دعوه بالحريم. مريم كانت موجوده في السوبر ماركت والكاميرات اكدت كده. انتصار انها وقعت بقى وغمى عليها وحصل لها اللي حصل وراحت المستشفى، بعد عنها الشبهات. سعد ورزق الناس تعرفوا عليهم في مكتب المحاسبه. انا بس في حاجه واحده نفسي افهمها. ايه هي؟ انتوا اتاكدتوا فعلا ان الفلوس اتسرقت؟ تقرير معمل الجنائي بيقول ان مفيش اي حريق للفلوس. كل اللي اتحرق ورق، والأوضة اللي انت قلت ان انت شايل فيها الفلوس باب لقيناه مكسور والقفل متسخن عليه وسايح. طب اتعرف ايه سبب الحريقة؟ ده بقى اللي انا جاي لك فيه. اللي حرق يا حسن فاهم وعارف هو بيعمل ايه، دليل ان هو حرق اكتر من مكان في وقت واحد عشان محدش يعرف الحريق كان مصدره ايه، وده معناه ان هو حد قريب منكم وعارف ان انتوا عمركم ما هتفكروا فيه. ازاي يعني؟ حد عارف تحركاتكم، حد عارف مين اللي طالع ومين اللي نازل، كان عارف ان مفيش حد موجود في الشقه، ووقت الحريق كان بينكم ومع الفلوس. حد زي مين؟ شعبان. مستحيل يكون اللي بتقوله ده صحيح. هو ايه اللي مستحيل؟ التحريات اللي عندي بتقول ان هو الوحيد اللي ليه علاقه بالواقع. تحريات يا باشا؟ يا باشا افهمني، شعبان ده اخويا والفلوس دي فلوسه قبل ما تكون فلوسي، انت فاهم غلط. مساعد ورزق اخواتك وفلوسهم هي فلوسك، ومع ذلك انا سامع كده شويه كلام مش لطيف. بغض النظر يا باشا عن موضوع اخواتي، شعبان وضعه مختلف، ولو الحكايه توصل لكده انا هتنزل عن المحضر. تتنزل؟ هي جنحه ضرب ولا يا حسن؟ دي جنايه سرقه مقترنه بقتل. بعدين مالك مكبر الموضوع ليه؟ هنشوف كلمتين وهنعرضه على النيابه، وليه اي قرار؟ سيادتك ليه مصمم ان هو؟ عشان كل الشهود بياكدوا ان هو اللي كان موجود وقت الحادث في البيت يا حسن. أنا أول مرة أسمع الكلام ده.